غانم مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ أحمد، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. تقلبات جوية، ربما أمطار كمان. بالفعل يمكن احنا من بداية هذا الأسبوع واحنا بنشهد تقلبات جوية وأهمها الأمطار. الأمطار كانت بتتساقط في معظم محافظات الجمهورية بشكل متفاوت من محافظة للتانية، وكانت كمان الأمطار رعدية، يمكن حتى اليوم كان في أمطار على المناطق الساحلية وكانت أمطار. دمياط قدامنا اهي واضح، اتفضلي. بالفعل عندنا في الإسكندرية وفي البحيرة وكفر الشيخ دمياط بورسعيد رفح العريش، المناطق دي كلها كانت اليوم بتتساقط عليها الأمطار المتوسطة والرعدية، وكمان بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى شهدوا اليوم سقوط أمطار. ده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيأثر علينا بشكل كبير، وأيضا وجود امتداد لمنخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، دول عمل على حالة من التقلبات الجوية، وكان أهم عنصر فيها طبعا سقوط الأمطار. ثاني عنصر كمان كان معانا هو انخفاض قيم درجات الحرارة، درجات الحرارة رجعت للمعدلات الخريفية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، يمكن كمان بدأنا نحس بها بشكل كبير خلال فترات الليل، بدأت البرودة تبقى موجودة خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. اليوم أيضا كان ما عندنا نشاط رياح أدى لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج وصلت لثلاثة ونص متر على البحر المتوسط. متوقع إن شاء الله غدا استمرار التقلبات الجوية، لكن بحد أقل، يعني شدة الأمطار هتقل، هتنحصر فقط في المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الشرقية ومحافظات نعم. غدا متوقع عليهم أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. على هتوصل للقاهرة والمنطقة المركزية ولا لا الأمطار بكرة؟ نعم، تنحصر فقط في محافظات شمالي الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، كمان محافظات السواحل الشمالية الشرقية زي دمياط بورسعيد رفح العريش، المناطق اللي هي موجودة في شمال سيناء، المناطق دي كلها هي اللي معرضة لسقوط أمطار غدا إن شاء الله. كمان الأمطار مستمرة معانا لكن في المناطق الساحلية خلال أيضا الأيام المقبلة لحد يوم السبت اللي جاي إن شاء الله، مع يوم الأحد مرة أخرى كميات الأمطار ممكن تزيد وتتقدم لبعض المناطق الداخلية. بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة ده مكمل معانا بقى خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. مش هترجع تاني للثلاثينات اللي كانت الأيام اللي فاتت ديت، ولا وارد ترجع ثلاثينات تاني؟ دكتورة منار، ألو ألو. طفيفة في قيم درجات الحرارة. أيوة حضرتك يا فندم، اتفضلي. ممكن يحصل ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، لكن احنا خلاص بدأنا النص الثاني فصل الخريف اللي معظمه بتبقى الأيام فيه أجواء وبتبقى أشبه بالأجواء الشتوية وفيها انخفاض في قيم درجات الحرارة فترة النهار وأكثر كمان فترات الليل، فلازم هناخد بالنا الفترة اللي جاية من نوعية الملابس بشكل كبير، لأن احنا دايما هنلاقي فترة الدفء فترة النهار نيجي على فترات الليل نلاقي البرودة، فلازم نبدأ نتخلى عن الملابس الصيفية ونرتدي الملابس الخريفية، نستحب جاكيت خفيف واحنا خارجين خلال فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، تجنبا طبعا لنزلات. نعم. كمان نشاط الرياح ده اللي هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، وناكد كمان على الشبوره المائيه، لان الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره بشكل كبير خلال فترات اللي بيبقى فيها استقرار في الاحوال الجويه ومؤثره. نعم. وهو ظاهره خطيره بشكل كبير، فلازم نقول ان الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره فترات الصباح الباكر وساعات الليل. الاسبوع اللي فات كان في بعض الطرق بتتقفل الساعات الاولى من الصباح. بالفعل الايام الماضيه كانت الشبوره المائيه بتوصل لحد الضباب، يعني نعم، خاصه الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي خلال الايام المقبله ان شاء الله معانا الشبوره المائيه لكن كثافتها هتكون اقل من الضباب، يعني تبقى شبوره مائيه كثيفه وهتاثر. نعم، ان شاء الله ما توصلش لحد الضباب وانعدام رؤيه افقيه، بس احنا دايما في الفترات دي بننصح كل الساده المشاهدين او الساده المواطنين نحن لازم يوميا نتابع الاشارات الجويه، لان الفصل الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، بيحصل دايما تغير في خرائط الطقس في التوزيعات الضغطيه، لازم قبل ما اخرج من بيتي اعرف الحاله الجويه ايه عشان ابدا اكيف نفسي مع اي ظواهر جويه مختلفه. فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نتابع كافه تعليمات المرور، وطبعا مع سقوط الامطار مهم جدا خاصه لو الامطار بتكون امطار رعديه نبتعد عن أعمدة الإنارة وأشعة الكهرباء، ألواح الإناءات المعدنية اللي بتبقى موجودة في الشوارع والمباني المتهالكة. نعم. وزي ما قلنا مع حضرتك في الأول نوعية الملابس مهمة في الفترة الجاية تجنبا طبعا للنزلات. دكتورة منار، غزة كمان فيها أمطار شديدة النهاردة.
بالفعل، لان احنا المنخفض الجوي كان بيأثر علينا، اليوم بدأ يتجه باتجاه المناطق الشرقيه، فبالفعل يعني فلسطين المحتله وبعض المناطق من غزه عليها امطار غزيره وامطار رعديه، ومتوقع كمان استمرارها خلال الايام المقبله بشكل متقطع باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم.